هانت شوف الاتفاقية، هانت جلالة الملك يأمر باحترام المعايير رفق بالحيوان بدل القتل ورميا بالرصاص أو التسميم. الاتفاقية دارت في 19 يوليو 2019 الساعة 15:40 دقيقة، هي معروفة. حنا اليوم تنتواجدوا في هذا المكان، هذا حنا من إقليم مدينة بني ملال. حنا ضد القتل والتنكيل ديال الكلاب ديال هذه الحيوانات البريئة. حنا ديال الوقفة الثالثة اللي كنوقفوا، ولكن مازال ما شفنا حتى شي نتيجة، يعني شي نتيجة اللي تحقق في هاد الموضوع هذا اللي حنا كنسعوا من أجل ديال توقيف ديال المجازر هذه ديال الكلاب. درنا شكاية، حطوا الأخوات شكاية، ولكن مازال ما تلقاو حتى شي رد، ولا حتى غير زعما يتلاقاو معاهم شي لقاءات، مازال ما استدعوهمش. تنطالبوا حنا الوالي المحترم ديال مدينه بني ملال يدير معنا شي لقاء ولا شي حلول ولا شي بحال هاد المسائل هادي، باش حتى حنا نعرفوا شنو كنديروا. لان انا كمربيه كلاب بقى فيا الحال، لان خداو لي الكلاب ديالي انا 8 سنين ولا 10 سنين وانا كنربي فيهم، دابا تفاجات بهم خداوهم ليا. علاش انا الا باقيين في الحياه انا بغيت ناخذهم، الا كانوا في شي مستودع نجي ناخذهم، ما كاين حتى مشكل، لان ما مرضش، ما فيهم لا مرض سعار لا والو. الا كان حنا ماشي ضد السعار ولا ضد الامراض ولا زعما باغيين، لا حنا بالعكس، الا كانوا شي امراض حنا نسعاو باش نعاونوهم، ما يمكنش حنا نخليو حتى حنا راه خطر علينا وعلى ولادنا وعلى، ما يمكنش هذا الشيء انورمال باش نخليو الامراض الكلاب هكا. لا هادو ما امراض ما والو، غير كلاب تتسعى تاكل وتشرب ما عندها حتى مشكله، تنهضر زعما عادي ما كاينش. حنا الحلول هو يهضروا معنا ويجلسوا معنا ويشوفوا شنو حنا باغيين، راه ماشي غير هنايا، كاع في المدن تنطالبوا حنا التوقيف ديال القتل والتنكيل بالجوتات ديالهم ديال هاد الكلاب هادي في المغرب كامل من طنجة للقويرة. حتى هما حيوانات مخلوقات خلقهم الله تعالى، إلا كانوا مرض يداويهم، وإلا كانوا عاديين يخليهم، ماشي مشكل، راهم معنا، راه حنا هادو اللي تخداو ليا أنا اللي تنتكلف بهم، تنوكلهم تنشربهم. ما عمر شي حد جا قال لك عضني شي كلب ولا شي حاجه، ولا ما عمري انا ما سمعت هذا الشيء، لان كون كانت غادي نجي يتصلوا بيا ويقولوا لي اللي كان، ولكن لا، باش ياخذوهم بهذه الطريقه شويه صعيبه. طبيعه الحال حتى حنا تندافعوا على هذه الحقوق اللي دافع عليها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، قال لك ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الرحمه ماشي قرار غير الانسان، رحموا من في الارض يعني الحيوان، كل شيء، الطيور، كاع الحيوان مجموع ديالها، كل شيء. وهذا الشيء هو اللي كاين، والله ينصر سيدنا وعاش الملك وشكرا. احنا هذه الوقفه الثالثه اللي كنجيو باش نتضامنوا مع هاد الكلاب، باقي ما كاينش حتى شي تغيير، فكنتمنوا من المسؤولين انهم يراعيوا لهاد الناس هادو كيف ما كيراعيوا الشكايات ديال الناس اللي ضد الكلاب، يراعيو حتى لهاد الناس هادو اللي كيتمحنوا فاش كيشوفوا هاد المخلوقات البريئه كتقتل كل نهار. حنا راه ممحنين، ويعني الا كيهمهم الامر ديالنا كمواطنين يلقاو شي حل. حنا راه كندافعوا على هاد البكمات، الله سبحانه وتعالى هو اللي سخرنا باش ندافعوا عليهم، حيت ما كيهضروش مساكن، مازال الانسان كيقدر يعبر على المشاعر ديالو، هاد البكمات ما كيقدروش يعبروا، فحنا كنحاولوا نهضروا في بلاصتهم. فكنتمنى ان صوتنا يوصل، وانه حنا ماشي ضد ان الكلاب ينقص العدد ديالها، ولكن بطرق اللي هي حضاريه اللي هو التعقيم، يعني يديروا ملاجئ يتواصلوا معنا. انا كرئيسه الجمعيه ما كرهتش يعني ندير نتعاونوا مع البلديه مع الجماعات في اطار قانوني، ونلقاو شي حل اللي هو يعطي صوره زوينه للبلاد ديالنا والدين ديالنا كمسلمين. حيت الا جينا كنشوفوا هاد الناس هادو اللي كيعضوا الكلاب، انا ناكد لكم ان مستحيل كلب يعض واحد الانسان عابد. هادشي ماشي من صفه الكلاب من صفتهم الوفاء، التعدي والظلم من صفه البشر وليست من صفه الكلاب. والله سبحانه وتعالى هو اللي خلق في الكلاب هاد الصفه ديال الوفاء باش يكون صديق البشر. فإلا شي واحد عضو كلب كونوا متاكدين ان راه هذاك الكلب ما عض حتى تآدى من هذاك البشر. فالقاضي ديما كيسمع من الطرفين، فما تشوفوش فقط هذاك اللي تعدى عليه الكلب اللي تعض، شوفوا علاش عضو، اكيد كاين سبب. بالنسبه لهاد التكاثرات اللي كنشوفوا دابا هنايا في الشوارع وكذا، واش نتوما كجمعيه تقدروا تبناو هاد الكلاب كامل؟ نقدروا اكيد الى نتعاونوا كاملين الجمعيات والجماعه وكل شيء، ويكون الدعم، ونديروا ونهضروا مع لي فيتيرينير
ويدار التعقيم. حنا ماشي ضد ان يقلل هذا التكاثر، ولكن بالتعقيم. هذه الطرق اللي هي حضاريه اللي تبناوها الدول الاخرين باش نقص العدد ديال الكلاب. فاون فوا الكلب كيتعقم وكيدار له الفاكسان وكيدار له علامه في ودنه، كيعاود يرجع للتيريتوار ديالو، كيولي هو كيحمي التيريتوار. بالعكس، راه الا حيدنا كلب من التيريتوار ديالو كنخليو المجال لكلاب اخرين كتدخل داك التيريتوار. اما الا تعقم ولا في داك التيريتوار ديالو، ممنوع كلب اخر يدخل تما. ومع الوقت غيبداو ينقصوا الكلاب، حيت ها هما شفتي الطرق اللي ديما كيقتلوا بها الكلاب. واش كاين شي تغيير؟ باقا الكلاب ديما ملي كنعقلوا ديما كيقتلوا الكلاب. فنحاولوا نديروا هاد الطرق، ربما الله عز وجل يرضى علينا ويعاوننا، وندعيوا الله ان هاد الكلاب ما تبقاش. انا ما كرهتش القرد، ما تبقاش على هاد الشيء المعاناه اللي كتعانيها الحيوانات. ما كرهش الكلاب والقطط تنقرضوا، انا كندعي الله عز وجل انها تنقرض. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.